تظاهر آلاف الكوريين الجنوبيين في العاصمة سول في احتجاجات جديدة ضد رئيسة البلاد المحافظة بارك جون هاي. وأعرب المتظاهرون عن استيائهم من اعتقال زعيم النقابي الذي يواجه اتهامات بالتحريض على العصيان، ويعتبر توجيه هذه التهمة نادرة في البلاد. وتندرج هذه المظاهرات في سلسلة من الاحتجاجات عرفتها كوريا الجنوبية في الأشهر الأخيرة للتنديد بسياسات التجارة والعمل والتعليم لرئيسة البلاد.